يا رب القصة بتاعت النهاردة تعجبكم. عاوزين نوصلوا الفيديو دوت لمئة ألف لايك يا أسطورة محمود الجمل. شكرا، باي باي يا حبيبي. لا يا ماما ما تكلموش. عايزة ايه مني؟ حتى لو كلمتي كلمي عشان ياخدك انا وانتي ماشي معاه وتجوزي تاني يا ماما. وبعدين انتوا ليه سبتوا بعض؟ انا ما تجيبليش سيرة ابوكي دي تاني، مش هعيش معاه طول عمري ومش هربيكي عشان انا تعبت من مسؤولياتك. طب ليه ما تربينيش يا ماما؟ ده انا حتى بحبك يا ماما. حبيبتي انا لسه صغيرة، ليه هشيل همك واكلك وشربك وخروجك وقرفك كله؟ انتي روحي عيشي معاه حبيبتي، يتملى مسؤولياتك انتي. ما عايزة اكون فيه عشان خاطري مع بعض يا ماما. يا حبيبتي انا عايزة اتجوز وعايزة اعيش حياتي، ماليش دعوة بيكي. لا يا ماما ما تقوليش بيا يا ماما. فاهمك كده؟ وانتي مش عاوزاني معاكي يا ماما. مش عايزاكي. لا طب هشتغل واجيب فلوس. طيب مش هبت من هنا بت يا ماما عشان خاطري بس. ايه يا احمد؟ ليش بيه بقى؟ تعالى خد بيتك، انا مستناك في المعمورة بسرعة. نص ساعة لو ما جيتش اخدت بيتك همشي واسيبها. يلا خلصني. ما انا عاوز اعيش معاك انتوا الاثنين يا ماما بقى، عشان خاطري ما تنزليش وتقولي خدني. انا عايزاك انتوا الاثنين بالله عليكي يا ماما بقى. لا مش هعيش مع ابوكي تاني. عشان انا عايز اعيش حياتي، انا زهقت من المسؤوليه. هو عايش حياته، هو مش مشكله اكله، مش هشغلك خدامه عندي، خلي ابوك يصرف عليكي، انا مش هقعد اصرف عليكي كتير. اقعدي ثابته بقى، مش هشغل اي حاجه. ماما انا غلطت يا ماما، بس خليني اروح عند بابا. انتوا مع بعض طيب يا ماما بقى. ابوكي ده نقطه سودا في حياتي وانا مش هرجع له تاني. طب ليه يعمل لك ايه ده؟ ما بحبهوش، انا ما بحبوش ومش هرجع له. اسكتي بقى. مفيش احسن من بابا على فكره. يا رب يا رب، عايزه اعيش مع ماما الاثنين بقى. بطلي عياط يا بت، بطلي عياط، مش عايزه اسمع صوت. متاخر ده ولا ايه؟ ابوك يجي اهو. خد بيتك ربيه عشان عايزه اتجوز. ازاي يعني اخدها؟ ازاي يعني خدها؟ عشان انا بكره هتجوز. انا مراتي مش عايشه مع بعض يا بابا. ساعه يا بت كده يا بت، روحي لابوك يا حبيبتي. انا مراتي مش هتدخلها البيت، وانا مش عايز اي حاجه تفكرني بخلقتك. يا عم خدها واصرف عليها عشان انا مش هتحمل نفسي. انت بتوسع يا بنت. لا مش هصرف عليها تاني يا بنت. انا ابعت لك فلوس بس انا مش هاخدها، مش عايز حاجه تفكرني بخلقتك. يا عم بالايام السودا اللي انا عشتها معاكي. يا عم لسه صغيره عايزه اعيش حياتي. يا عم كنت لسه صغيره. ايه انت شبه ابو الهول؟ يا بابا خليكم مع بعض. انت بتوسع على ايه القرف ده؟ انا مش هاخد، انا مش هاخد حاجه. ما تسيبيها وتمشي. انا مشكله اساسا حياتكم. خد بيتك. انا مش عايزها انا والله. همشي واسيبها، مش هاخدها. انت ما تسيبيها وتمشي وانا هسيبها وامشي. سيبيها للشارع، اعمل لك ايه انا؟ انا خاطر بيها يا ماما. ايه يا حبيبي؟ انا مشيت وسبتها خلاص. لا سبتها له في الشارع، جاي يسوق عليا الهبل ويقول لي انا مش عايزها ومش بنتي ومش حبيبها ومش عارف ايه. رحت ماشيها وسايبها له. لا بلاش قرف، فسيبها له بقى في الشارع، ياخدها ما ياخدهاش، انا مالي. ايه يا حبيبتي؟ لا يا ست بترمي جدتها، بتقول لي خد البيت، عايزه تطلع عايزه قرشين ولا حاجه زي كل مره. بتقول لي اسيبها في الشارع. طب ما تسيبيها في الشارع، هعمل ايه يعني؟ بس هو ده اللي حصل، مش عايزه حاجه. المهم انت وحشتني، يلا نتقابلوا دلوقتي. ماشي يا سيدي، بحبك قوي. باي باي. انت عايزه حاجه يقول لك وانا جايه يا حبيبتي؟ مش عايزه اي حاجه من تحت خالص؟ خلاص حاضر يا حبيبتي. باي باي. لا مش هكلمها تاني. خلاص 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 ماشي. باي باي يا حبيبتي. مش عارفه.
ايوه سيبوني. مش بيشتروا حاجه يا حبيبتي؟ لا مش بيشتروا حاجه، كل واحد عاوز يتجوز. بابا اتجوز، ماما عاوزه تتجوز، كل واحد عايز يشوف حياته، عايز يشوف مصلحته، وانا شايفني انا نصيبه انا عندهم، مش عارفه اعمل ايه. سابوني ليه؟ سابوني نسيابه. انا ليه عندهم حاجه مشكله كبيره كده ليه؟ انا معرفش. كل حياتي وحشه، كل حياتي وحشه، مفيش حاجه حلوه في حياتي. هم عارفين ان انا بحبهم بس برضه سابوني. ليه سابوني؟ لا معرفش حاجه. الواحد راح يتجوز، بابا اتجوز، يا ماما رايحه تتجوز. انت اسمك ايه؟ قلت لها انا هشتغل يا ماما، والله هشتغل. قعدت تقعد تضربني وتزعقلي. انت اسمك ايه طيب؟ انت فيا لو اشتغلت برضو مش راضي هصرف عليها. ليه ما بقوش يعيشوا مع بعض زي الاول؟ انا قلت لماما كذا مره هتعيش معايا، وهي برضو مش راضيه وتزعقلي كل ما اقولها كده. طب انا لو كنت عارفه بيتهم كنت وديتك عندهم وكنا حلين المشكله. بس انا مش هقدر اساعدك. هما اللي باعوني، هما اللي باعوني، ما بعتهمش. طب بصي خلي دي معاكي، خلي دي معاكي عشان لو انت جعانه او حاجه، وان شاء الله ربنا هيقف معاكي ومش هيسيبك. لو كنت اعرف بيتهم كنت ساعدتك، بس انا مش هقدر اساعدك بحاجه. شكرا يا دان، شكرا. يلا بينا. ما تزعليش بقى، أكيد ربنا هيوقف لك حد يساعدك بقى، لأن أنا مش هقدر أساعدك. يا الله. أنا مش عادة، أنا مش عادة. ايه يا حبيبتي في ايه؟ ينفع توديني لبابا؟ عايزه تروحي لبابا؟ عايزه اروح لبابا على اذنك. طب انت عارفه البيت؟ لا انا مش عارفه، بس بابا وماما سابوني هنا، مش عارفه اعمل ايه. طب عارفه رقم بابا؟ لا مش عارفه حاجه عنه. طب هتوصلي له ازاي يا حبيبتي؟ انا بس فاكره البيت كان فيه عمارات كتير، وهو كان البيت كان في النص. انت مش عارفه مكان البيت اصلا؟ لا. خدي خلي دي معاكي، ربنا يسهلك. ايه يا هيما انت فين؟ عامل بيدي ايه بس؟ عامل بيدي ايه؟ مالك قاعدة كده ليه؟ ماليش حد. عامل ايه؟ يلا نبقى صحاب. ماشي. انت اسمك ايه؟ اسماعيل. وانا اسمي امنيه. ماشي. بس اسمك حلو. شكرا. ماشي. بس هنلعب فين؟ هنلعب في واحد بتاع حاجه كده. انت ساكن فين؟ انا ساكن هنا. والله ماشي. تعالى بس كل يوم نلعب مع بعض. ماشي. مش يا بت. انا لا. فين ابوك وامك يا بت؟ ابويا وامي. ابويا وامي سابوني من زمان، كل واحد عايز يروح مصلحته. عمري ما تخيلت ان هم يبقوا كده. سابوني كل واحد عشان يتجوز. بابا اتجوز، ماما لسه هتتجوز، ما اعرفش ممكن يتجوزها. دي الاسطوانه اللي ابوك وامك قالوا لك عليها يا بت؟ والله ما عندي ابو وام خالص من زمان، ما عنديش حد. انت بتعملي ايه في الشارع يا بت؟ انا بنام في الشارع.
اكل باكل مره في الاسبوع، ممكن ما الاقيش اكل. انت مش حد ليه يجي معاك فلوس قد كده في جيبك؟ ولا معايا حاجه، ولا معايا حاجه. انا غلبانه، انا عايشه في الشمال، ماليش حد، ولا اب ولا ام، حياتي صعبه. صعبت عليا يا بنت والله، مع ان شكلك كده مشكله، بس هشوف لك فك. خدش سكي، جيب لك اي حاجه كليها. بتنامي فين بقى؟ بتنامي في الشارع كده؟ من ضمن اللي ابوك وامك دول، خلي بالك على نفسك. ماشي بتلعب مع الاولاد ولا لا؟ حكي على ايه؟ انت عسل اهو بتحكي اهو. مفيش مع اولاد. ماشي؟ عاوزه حاجه؟ انا عملت ايه في حياتي عشان يحصل معايا كده يا رب؟ انا عملت ايه يا رب؟